صحيح يا براك، أنا حابة أقول لك شي. يعني أنا ما عم أعرف أخذ قرار. برأيك إنه فريد شب حلو؟ إيه حلو بصراحة، ما أنه حلو لهي الدرجة، بس إذا بدك تسمعي نصيحتي، عنده أخ اسمه كوبتاغال. هذا الشاب كتير حلو وعنده كاريزما بتجنن. برأيي إنك تفكري. آه، ونحنا شايفينه قبل بمرة؟ ما بعرف، ما بتوقع. لكن من وين بتعرفي إنه أخوه لفريد حلو؟ في بنت رفيقتي هي شافته وإجت لعندي وخبرتني، قالت لي الشاب كتير حلو وفي عنده كاريزما، مثل ما عم قلك الشاب بيجنن وبياخد العقل. آه والله، حذري شو؟ روحي وتقربي منه شوي لكوبتاغال، بلكي بينعجب فيكي. لا لا ما بدي. شو شبه كأنك نسيانة إنه إسماعيل بده يخطبني إلي؟ صحيح، طالما عاجبك هالقد ليش ما بتتقربي منه؟ شو بدي فيه؟ بصراحة أختي أنا عم فكر بحدا تاني. أنا بحب الشاب الإسطنبولي جونيت. يا بنت، عن جد بعدك متذكرتي لهذا الشاب؟ هلا أنت عن جد عم تحكي؟ بعدك لهلا متذكرتي لهداك الشاب؟ طيب شو لازم أعمل؟ ما عم أنسى، صديني حاولت كتير بس لساته عالق براسي. أختي، معقول لهالدرجة بتحبيه؟ إيه، عم قلك ما عم يطلع من راسي أبداً، وكمان كتير حابة إنه أرجع شوفه ونحب بعضنا. أوه، قديش بتمنى يتحقق هالشي، بتمنى إنه نتزوج أنا وياه بأقرب وقت. يا بنات، أنتو شو عم تعملوا هون؟ آه؟ شو هالمزح هذا إسماعيل؟ آه؟ شو صار لكم؟ أنتو ليش خفتوا؟ مين فكرتوني؟ فكرناك هديك المرة الشريرة. ها؟ فكرناك المرة الشريرة. بلا مزح، هلأ أنا صرت بشبه هديك المرة الشريرة؟ شو لساتكم بتخافوا مثل أولاد الصغار؟ لأن المرة الشريرة قصة حقيقية ومو حكاية من الخيال. هي المرة حقيقية، فهم حقيقية؟ الحقيقة ما في هيك شي، كبروا شوي وحاجة حكي أولاد صغار. تمام؟ أختي ما بعرف ليش أنا خايفة كتير. لساتك لهلأ عم تقولي خايفة؟ أنا عم قلك ما في شي، فهمي بقى بلا قلة عقل. تمام؟ شو فهمتي؟ إنه ما في هيك شي بنوب. خلص فهمت عليك، أهم شي إنك ما تزعل مني، بس أنت أوقات حضورك بيكون أسوأ بكتير من هاي الأشباح كلها. عن جد أنتو كتير غريبين. شو عم يحكي معهم هاد؟ يا الله، إجا أخي، يلا قوم روح. أنا ما عم أفهم أنتو ليش خايفين، بحكيكن على التليفون وما بفهمكن أبداً، وبس أجي لهون كمان ما بفهمكن. شو بدكن يعني أعمل بالله؟ لك بفهم، لأنه أخي معصب منك كتير من الصبح. لا، اليوم الصبح لسه شفنا بعض، حتى نادالي وصلنا نضحك كتير، حكينا وما في أي مشكلة يعني بنوب. ولا لا إسماعيل، أهلين رشاد، يلا جاي لعندك. ما في منه والله، يلا بخاطركن. يلا اطلع معي، خلينا نعمل فتلة. والله انك احلى زلمة بالعالم كله. تعال نشوف لك، كان تعال. يلا. ما عم افهم، معقول انا صاير عم انسى؟ هلا هو راح؟ شفتي كيف اسماعيل طلع مع اخي بالسيارة؟ ايه بلا، طلعوا سوا. لك خلص يصطفلوا، المهم تكون الامور منيحة بيناتهم. يا بنات. ليش خايفين؟ لك هذا انا اسماعيل، شبكن؟ لك هذا انت اسماعيل؟ خوفتنا كتير، بعدين صير خبرنا انك جاية وفوقه متأخر. هلا راح لوين؟ قال راح عنده شغل مع اسماعيل. طيب بما انه في شغل، ليش بيحكي إله وما بيحاكيني لإلي؟ يا بنت، أنت عم تخونيني مع إسماعيل ما هيك؟ ليك إسماعيل، أنا مستحيل أعمل هيك شي. لا تخاف، أنا بحبك كتير، مستحيل إني خونك. لا مشان الله افهمي علي، أنا مو هيك قصدي، ركزي معي شوي. أنت مثل أختي، يا أختي أنا قريبا رح أرتبط مع حبيبتي، لا توجعي لي راسي. ها، شو عم تحكي؟ شو عم أحكي؟ قلت رح أرتبط مع حبيبتي. كيف يعني؟ ليكي، أنا بحبها ليا براك، ماشي؟ وقريباً راح أتزوجها، فهمتي هلأ ولا أرجع عيد كلامي ولا شو؟
يا براك، انت بتحب اختي؟ ايه. بفهم من هالحكي انك ما رح تجي تطلبني من اخي. لك شو هالحكي هاد؟ شو ما بتفهمي؟ عيب يا. انا في عندي حبيبة، ايه، وهي اختك يا براك، افهمي بقى. اختي استني، لوين رايحة؟ رجاء ما حدا يلحقني، بدي اقعد مع حالي. يا براك ليكي، انا بحبك كتير، بتعرفي هالشي؟ لا ما بعرف. بس هلا عرفتي. طيب قولي لي، انت بتحبيني ولا لا؟ لا، الشغله مو بهي البساطه. انا لازم افكر بالموضوع منيح قبل ما اخذ قراري، لانك انت جرحت لا قلبها لاختي. لك شو هالعيلة الطافية هاي؟ شو هالعيلة المجنونة؟ يا الله كيف بدي اتحمل انا؟ كيف رح جن؟ والله رح جن يا الله. شو هالعيشة هاي يا ربي؟ لك الله لا يسامحك يا اسماعيل، الله لا يسامحك. ضحكت علي وخليتني صدقك واوثق فيك. كيف إلك قلب تعمل فيي هيك؟ كيف قدرت تخدعني وتضحك علي؟ طيب يا ربي ليش هيك عم يصير فيني؟ خفت كتير إنك ما تجي أبداً، منيح إجيتي. بس أنا هلأ لازم أرجع فوراً. استني شوي. شو عم تساوي؟ عم أعلن عشقي هون. رح أخذ عشقي على اسطنبول. على اسطنبول؟ إيه، لأنه ما ضل وقت لهيك قلت لك تجي كرمال قلك إني رح أخذ عشقنا معي. أنت عن شو عم تحكي؟ نحن من يومين تعرفنا على بعض. هذا عشق إلكون، الحلو فيه إنه كان سريع. وانت امتى رايح اسطنبول؟ هلا بعد شوي رح نطلع اول ما يطلع الضوء. يا الله دخيلك، شو هالحالة اللي انا فيها هلا؟ يا الله. شو هاد؟ ناقصني قصو حشرات انا هلا بالليل. اله الا الله. شو هالحاله اللي فيها انا هلا؟ ما فينا ننام. الله يلعن أبو الحشرات، ما أعرفهن. يا ربي دخيلك، بس إن شاء الله أكون قتلتها. يا لطيف ما أتقل دمك. الله يسامحك يا سيد فكري. شو هالنومي هي اللي خلتني نام؟ هلأ حاس حالي رح أتجمد من البرد كمان. والله أنا ندمان على كل شي عملته، والله ما بقى عيدة بحياتي، بقى ما بقى عيدة. الله يمد هي الليلة على خيره بس. فاتت بدي نام. يا الله دخيلك، قدي صعب وجع الحب والعشق. أنا كتير عم بتوجع يا ربي، كتير. أنا بترجاك يا رب، بترجاك إنه تخلصني من هاي العيشة بقى.
حتى اسماعيل ضحك علي وانا كنت مصدقته. شو يا رشاد بيك، هذا المكان لك؟ لا يلا نزيل نزيل. لكن ليش جبتنا لهون؟ بصراحة في حصان وحاب أفرجيك عليه. ايه كتير حلو. ايه اغا الحصان مرتب ولا لا؟ تعال معي هلأ لجوا بتشوفه وبتعطيني رأيك كمان. اي واحد؟ هون عم قلك، هون قدامك، تص منيح لقلك ليكو هون. اي واحد منهم؟ ولك طلع فيني هذا شو؟ هذا جزداني. انت وين لقيته؟ انا كنت مضيعه. لقيته بالسيارة. ايه طيب ماشي، يسلموا ايديك. لوين ولك؟ وين رايح؟ ايه اللي جزدانك؟ شو عم يساوي بسيارتي؟ شو عرفني؟ انا مالي على ابنوب. شوفوا لك جاوب على السؤال. جزداني انا؟ كان بسيارتك؟ أكيد الحرامي اللي سرق لي جزداني هو نفس الحرامي اللي سرق لك سيارتك. سرق لي جزداني؟ ليك خليني أقول لك شو يلي صار. سرق منك سيارتك وسرق مني جزداني كرمالي يتهمني إلي بسرقتها. شو كأنك ما صدقت كلامي؟ لا ما صدقتها. لكن رح أهرب. ولك واقف، ولك واقف، لا تتحرك. شو هي ولا؟ إيه شو هاد؟ مو مبين عليك انه حلق عادي؟ لمين هذا الحلق؟ وانا شو بيعرفني؟ هاد ليبراك. يبراك؟ ليبراك. وانا شو دخلني يعني؟ شوفوا لا لا تقلي ما دخلني. اسمع اسمع، لازم تتجوز يبراك. شو قلت؟ بدك تتجوزها؟ شو ما سمعت؟ انت اكيد عم تمزح معي ما هيك سيد رشاد؟ لا طبعا ما عم امزح معك. يلا خلينا نرجع الضيعه، بكفي مزح ولعب اليوم. ولك بدك تتجوزها. بدك تتجوزها يعني بدك تتجوزها؟ والله ما معي مصاري. اضرب انت والمصاري. طيب أنا صار لازم روح. لا تروحي فريد. شو عم تساوي؟ أنا عم حاول إنه ما أنسى لمسة إيديكي. إيه بس شو رح استفاد أنا؟ ما أنا ما رح لاقي إيديكي باسطنبول. أنا ما عم بقدر أفهمك منيح، بتعرفي؟ شو عم تحكي فريد؟ أنا ما عم بفهم عليك. قصدي مشاعرك. يا ريتني ما عرفتك ولا شفتك بعمري، يا ريت. إذا كان هيك بدك فروح. طبعاً يا إلكون، شو ساوي؟ أنا تعلقت فيكي. خلص مشي الحال، صرتي كل حياتي وأنا متعلق فيكي كتير وعم حاول إنه أوصلك، بس أنتي ما بدك. رح أترك كل مشاعري هون وروح على اسطنبول. يا الله أنا شو عم بعمل؟ حتى صهري ما بيعرف يمثل بهي الطريقة. شو ليش ساكتة؟ يلا احكي. بدك تضلي ساكتة؟ احكي أي شيء. قلي لي شو أحلامك إلكون. يلا شو بك؟ عن شو بدي احكي؟ ليك فريد أنا ما عم بفهم عليك. ماشي هيك لكان، أنا خلصت. انت شو عم تساوي؟ اسكتي ولا حرف. عم حاول اخلص من العشق اللي جواتي لارتاح. معقولة مو بردان هون؟ يا حرام مو معقول كيف نايم؟
لا وفاتح تمه كمان، حرام ما لازم خليه هيك. لا لك شو رح يصير إذا ساعدته؟ ما بقدر أتحمل شوفه هيك. كوبتا قال، كوبتا قال، كوبتا قال، كوبتا قال، كوبتا قال. لك فيق؟ شو اختنقت؟ الماس شو عم تعملي؟ ليش ما بتخلوا حدا ينام؟ انا اسفه سهري بس جوا الشوب لهيك طلعت لبرا، طلعت لشم شويه هواء ولقيت كوبتا قال نايم على الارض. اي تمام، نامي هون لكان. ويكون بعلمك اذا حاولت تجربي تساعدي باي شكل من الاشكال رح خليك تنامي معه برا. تاخذ لك كم حبه؟ ما بدي، فوتي يلا. مثل ما بدك سهري، يلا ليكني فايته. سكري الباب. أنا قايمة أروح هلا. خليكي معي شوي، لوين رايحة؟ ما فينا نضل الصبح سوا؟ فريد أنت بدك تطلع الصبح، لهيك أنا لازم أرجع على البيت هلا. لكان رح وصلك على البيت. لا لا بخاف إنه حدا يشوفنا. تمام، لكان أنت امشي وأنا بمشي وراكي، ما في غير هيك لأنه أنا بخاف كتير عليكي. طيب ماشي. لحظة بس خليني ودعك، انتبهي على حالك، ما رح تروحي من بالي أبدا وما رح أنسى ريحة شعرك يا عيوني. أنت خلص بكفي هيك؟ لا ما بكفي، رح لاقي أي حجة وارجع اجي مرة تانية لعندك لهون. انت بتعرف وين صاير قبر جدك ولا لا؟ لا بس اجي انت بتاخديني. تمام توصل بالسلامة، انتبه على حالك. شو هالسيارة هي كمان؟ يمكن هي كرفانة؟ ايه على الأغلب هي كرفانة. بسم الله الرحمن الرحيم. شو هاد؟ مين انت ولا؟ يا الله جنيه وبتحكي كمان؟ شبك؟ انت اللي مين احكي؟ انا كوبتا قال. ايه هلا انت كوبتا قال؟ ايه انا كوبتا قال، بس انت اللي مين؟ انا اسمي بيلين، بكون اخته للسيد رشاد. رشاد بيك؟ ايه رشاد بيك عنده أخت حلوة مثلك. شي حلو والله. كنت عم تقول عني إني أنا حلوة؟ إيه طبعاً قلت إنك حلوة، شو فيها؟ طيب أنا بقدر أسألك سؤال؟ طبعاً فيك تسأليني شو ما بدك، احكي. يعني هلأ لما شفتني حسيت إني بنت حلوة؟ عفوا شو قصدك؟ طلع بعيوني كيف شايفهم؟ ركز. شبر عيوني بيجننوا. عن جد بيجننوا؟ ايه عن جد عيونك كتير حلوين، يمكن احلى عيون ممكن شوفهم بكل حياتي. طيب انت معك شي مراية هون؟ مراية؟ ايه ايه لكان في مراية وسشوار وفي مكياجات كمان. لا تجننيني يا بنت، انت من وين بدي اجيب لك مراية هلا وبهذا الوقت؟ اسفة بس انا كنت بدي اشوف حالي فيها.
ما تحكي لي هم في معي جوال هلا انت جاي بهالوقت مشان تشوفي مراي بالجوال؟ في كاميرا اذا كثير مصره تشوفي حالك يعني اذا بدك. شوفي هالجوال المرتب، خدي شوفي حالك. مو معقول رجعوا عيوني مثل ما كانوا من قبل. تفضل يسلموا ايديك. اهلا وسهلا. ايه صحيح انت شو عم تعمل هون؟ بصراحه انا قطتي تعي تعي انا وياها منعيش بالشوارع كرمال هيك يعني. شو هالحكي هاد؟ يعني انت ما عندك بيت؟ لا انا ما عندي بيت ابدا. طيب يلا تعال روح معي، بتروح لعنا على البيت. اخي رشاد اشترى صوفايا جديده رح ترتاح عليها. عم تحكي عن جد؟ ايه يلا لا تخجلني وقبال عزيمتي. وانا قبل شوي كنت عم ادعي لله كتير وعم اترجاه، كرمال هيك صارت هالصدفه وشفتك وتعرفت عليك. يعني شو كنت عم تدعي لله لحتى طلعت لك؟ ما رح اقول لك، ما فيني اقول لك شو كنت عم ادعي. تمام، لكن بما انه استجب لك دعوتك فورا وشفتيني رح اقضي عندكم هالسنه. هالسنه؟ ايه السنه طبعا، لكن شو؟ معناها إذا في سنة بهالموضوع هاد لازم نهتم فيك وندير بالنا عليك كتير منيح. طيب تمام يلا لكن لنروح ولا تكون سنة. شو هالشغلة العظيمة يعني شو فيها؟ يلا قوم يلا 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 تمام تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش بدي؟ يلا شكرا لك بيلين. يلا خلينا نمشي. يلا يلا إذا هيك بدنا نمضيها لطوطة رح نتأخر كتير. معناتها شو هيك رح نروح؟ تعي امسكي هاي خليني فكها واخلص منها. تعي تعي استني استني اسحبي شوي شوي اسحبي اسحبي على مهلي حطيه هون. يلا شلفي خلاص خلي محله. يلا خلينا نمشي. باي يا بسبوس. يلا خلينا نمشي. يلا رح نروح من هذا الطريق مثل ما يلا ورح احبسك هون. بترجاك فهمني. عم اقول لك لازم تتجوز اختي. لا ما فيني انا اتجوزها. لا بدك تتجوزها. ما رح اتجوزها. بدك تتجوزها. لا ما فيني. عم اقول لك رح تتجوزها. رشاد كرمال الله فهم علي. ليش بقى؟ لاني مو حاسس حالي جاهز للزواج. خليني افكر وبتصل فيك بعدين. ولك شو فكر انه القصه هيك على كيفك؟ عود يلا عود عدو لك. هلا عن جد انت شايف انه عيوني حلوين وبيجننوا؟ بشو احلف لك انهم احلى عيون شفتهم بحياتي؟ خلص بقى لا تحكي هيك، على فكره حتى عيونك حلوين وبياخذوا العقل كمان. انت ما عم تكذب علي ما هيك؟ لا والله صدقيني ما عم كذب، حتى شبهتهم لعيون ممثلة بعرفها، بس خليني اتذكر يمكن في فيلم حلو البطلة كان فيها اسمها هيفا وهبة، كثير حلوة وبتجنن، بتشبهك كثير. إيه؟ طيب قل لي شو اسمه هذا الفيلم؟ الضفدع الأزرق. يا ربي دخيلك. يا الله، أحلى فيلم شفته بحياتي. هو بيتنا المتواضع. مبين انه بيتكم كتير حلو، اهم شيء انه كبير وشرح كمان. شوفي بعده اخي ما رجع على البيت. طيب انت كيف عرفتي؟ سيارته مو هون. لو هو هلا كان بالبيت كان اخذك بالسياره وعرفك على ضيعتنا، رح تنبسط معه كتير. شي مره طلعتي رحله؟ ايه دائما اخي بياخذنا. غريب كتير، كانه عيونك عم تقول انه بعمرك ما طلعتي ولا مره من الضيعه. لا طلعت كتير. يلا تفضل فوت، شو رح تضل واقف برا؟ يلا تعال.
شو جابك عحينا يا صغيري؟ شو أي قلت قال؟ شو هاد؟ تفضل، جبت لك هي بيجامة من عند أخي. يسلموا إيديكي. تكرم عيونك. يعني اطلعي انت خشيتيني. تمام طيب، رح اتركك وروح. ان شاء الله ما تواخذيني، بس انا هيك شوي بستحي. سكر الباب وراكي لو سمحتي. تكرم. قولي على قطاطك ما احلاكي. لا وقلبها طيب وناعمه. ايه خليني اتصل بألماس وخبرها شو صار. هلا بينشغل بالها. يا براك في شوي، يا براك ردي علي. تعرفي مين في عنا ورح ينام هون؟ كوبتا قال، يا بنت كوبتا قال، ليكو قاعد بالغرفة الثانية. يا براك تعرفي انه كوبتا قال اعطاني قبل كتير كبير. عن جد انه هالشب مرتب وما في مثله، قلبه ابيض وعنده كاريزما كمان، ما بتتخيلي قديشو حلو بياخد العقل. فيقي يا براك، يا ترى شو رح تعمل لما تشوفه؟ يا الله رجعوا حولوا مرة تانية، عبالي حط فيهم شي سيخ وارتاح. شو هالمنظر هاد؟ خلص رح أخدها. يعني رح تجي حتى تطلب إيدها؟ معناها خلص انكتب علي إني اتجوزها. بس أنا عندي شرط واحد إذا ممكن. شرط شو؟ ليه بدي يجيب مصاريف العرس؟ شوفوا على هالعلاك الفاضي، كل مصاريف العرس على أهل البنت، هيك العادي عنا. أنت خليك مرتاح ولا يهمك. شوفوا هالعريس، تعال شوف. قريتوا ألف مبروك، الله يهنيكم. ألف مبروك. يا ترى شو بيكون عم يعمل؟ معقول يكون نام؟ أخيرا راحت الحولة من عيوني. انت شو عملت فيني؟ انت معجزة كوبتا قال. Thank you.
علقت الصنارة. أكيد وقعت بحبي. ليش عم تبكي؟ ليش عم تبكي يا روحي؟ زعلتيني. بس شو ساوي لك؟ انت يلي خليتيني اعشقك. يا ريت تجي وتفاجئيني وتقولي لي لا تتركني، خليك معي. بصري ثابت. قاعد على قبر حدا ومالي حاسة على حالي. ميت أهلا وسهلا فيك. انت شو عم تعمل هون؟